جدل بشأن الأولويات في ليبيا. الأمم المتحدة أكدت ضرورة تحقيق المصالحة الشاملة في البلاد غداة مطالبة البرلمان بوضع جدول زمني للانتخابات في ظل الاستفتاء على الدستور. فهل باتت المصالحة الوطنية تتقدم على الانتخابات أم تأتي دعما لها؟ لم يتفق الليبيون لحد الآن على موعد آخر للانتخابات، أمر زاد المخاوف من أن تفقد العملية الانتخابية زخمها بين أغلب الليبيين. هذا الملف كان محل مباحثات هاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد البنيفي والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند. الأخير شدد على ضرورة الحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية وتلبية مطالب الليبيين لممارسة حقهم في التصويت، أمر يتفق فيه مع البنيفي حسب تصريحات الأخير. المباحثة هذه تأتي بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، مصالحة تقول المبعوثة الدولية ستيفاني ويليامز إنها تتفق بشأنها مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، لكنها جددت في المقابل تأكيدها على ضرورة احترام الإطار الزمني للعملية الانتخابية وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، وهو ما حددته ويليامز بالثلاثين من يونيو المقبل، وهي إشارة حسب البعض إلى ضرورة تهيئة الأرضية قبل تحديد موعد الانتخابات دون إزاحة العراقيل، خاصة وأن تصريحات ويليامز تأتي عقب مطالبة البرلمان لمفوضية الانتخابات بوضع جدول زمني للانتخابات في ظل الاستفتاء على الدستور. هذه الخطوات باتت تطرح تساؤلات بشأن أولويات المرحلة المقبلة، إذ يرى الكثيرون ضرورة الذهاب إلى تحقيق مصالحة وطنية قبل الذهاب إلى الانتخابات، وهي خطوة من شأنها تجاوز العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الانتخابي، ومن أبرزها التهديدات الأمنية حسب مفوضية الانتخابات، وكذلك الخلاف بشأن قانون الانتخابات والتحفظ الحاصل بشأن بعض الوجوه المترشحة للرئاسة. وعلى غرار العراقيل التي تحول دون إجراء الانتخابات، هناك عراقيل يرى البعض أنها قد تعيق تحقيق المصالحة الشاملة، من بينها الانفلات الأمني وانتشار الميليشيات المسلحة خاصة في طرابلس وتضارب مصالحها، وأيضا التدخلات الأجنبية والخلاف بشأن المناصب السيادية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي الباحث السياسي والاستراتيجي فرج زيدان، ومن لندن الكاتب والباحث السياسي عبد الله الكبير. مرحبا بكما، ودعني أبدأ مع السيد فرج زيدان. الأمم المتحدة تصر على المصالحة الشاملة في ليبيا، هل برأيك إجراء الانتخابات يمر أولا عبر هذه المصالحة؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. يعني إذا ركزنا نحن على مفهوم المصالحة، نستطيع أن نقول بأن الآن قضية المصالحة تم يعني إفشالها من عدة حكومات متعاقبة، بدءا من فترة المجلس الانتقالي ثم المؤتمر الوطني العام، ومرورا بمجلس النواب، وأيضا حكومة الوفاق ثم حكومة الوحدة الوطنية. نظرا لأن السياسيون القابعون في السلطة أولا بجزء منهم متورط بطريقة أو بأخرى في مسألة الانتهاكات ويخشى من موضوع المصالحة، وجزء آخر ليست لديه الإرادة والقدرة على تحقيق هذا المشروع. الإشكالية الآن بأننا إذا ما أردنا تطبيق يعني القواعد الواردة في المصالحة الوطنية وفقا للمقاربات التي حدثت في أكثر من يعني من مناطق مرت بنزاعات شبيهة بليبيا، ستجد بأن العقبة أن الحكومات أصبحت تمثل إشكالية في إنجاز مثل هذا الملف. ومن ثم أنا في تقديري أن الأمر يتطلب أولا تحرير العملية السياسية وبإيجاد بالتوجه باتجاه الانتخابات وتشكيل سلطة جديدة. هذه السلطة الجديدة تستند إلى إرادة الليبيين، ويمكنها المضي قدما في هذا المشروع الذي كما قلت بأنه يتعطل بسبب إيرادات سياسية في الداخل. يعني جاي. هذا الموضوع ليس من أولوياتها. أستاذ عبد الله، ما رأيك مع الضبابية في تحديد موعد زمني لهذه الانتخابات من بين الأطراف الليبية؟ هل تصبيق المصالحة الوطنية يكون حل للمعضلة السياسية والأمنية على وجه التحديد؟ نعم أستاذ سامي، تحية طيبة لك ولضيفك وللسادة المشاهدين.
لا، أنا أعتقد أن الأساس والركيزة التي تبدأ منها المصالحة الوطنية هو توحيد البلاد في جسم تشريعي واحد يملك شرعية وطنية انتخابية ويشكل حكومة توافق وطني حقيقي بناء على هذه الشرعية الانتخابية، واستغلالا لظروف التقارب الإقليمي بين دول كانت بالأمس في حالة عداء ونزاع وهي تتقارب الآن، وهذا التقارب يلقي بظلاله على المشهد الليبي بشكل عام. هناك خطوات في المصالحة الوطنية، لكنها الحقيقة بطيئة ومحدودة وما زالت ذات أغراض سياسية وليست لأغراض المصالحة الوطنية بشكل حقيقي. ومن ثم أنا الحقيقة أرى أنه لابد من انتخابات توحد السلطة التشريعية، باعتبار أنه ليس هناك خلاف على الانتخابات البرلمانية كما هو الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية، توحيد السلطة في حكومة منتخبة من هذا البرلمان، وعليها أن تعطي الأولوية للمصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية للأسف يعني خلال العقود الماضية والسنوات الماضية أهملت بسبب النزاع السياسي والعسكري، ولم تتولها شخصيات وطنية تحظى بثقة كل الأطراف. لكن إلى جانب الاستعداد للانتخابات وضرورة إجراء الانتخابات، هناك خطوات ستدعم المصالحة الوطنية. لابد من إبداء حسن النية من كل الأطراف، يبدأ هذا بإطلاق سراح المسجونين. هناك مسجونين ظلما لدى مجموعات عسكرية مختلفة في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، هؤلاء لابد من إطلاق سراحهم طالما لم يحاكموا ولم يقدموا إلى محاكمة ولم توجه لهم تهم حقيقية. هناك بعض المبادرات جرت في هذا الصدد أستاذ عبد الله الكبير. نعم، هناك محاولات جرت في هذا الصدد وتم إطلاق العديد من المسلحين، العديد من المسجونين في الآونة الأخيرة في إطار ما أطلق عليه المصالحة الوطنية. نعم صحيح، في الفترة الأخيرة بعد التقارب العسكري بين الشرق والغرب تمكن الأعيان أو بعض الأعيان في الشرق والغرب من إطلاق مبادرات نتج عنها إطلاق العديد من المسجونين خاصة في الحرب الأخيرة، لكن ما زال هناك أعداد كبيرة من المسجونين وفقا لتقارير المنظمات الدولية. هذه المبادرة بإطلاق سراحهم، عودة المهجرون في الداخل لابد أن يعودوا ولابد أن تعاد لهم ممتلكاتهم، لابد أن تحفظ القوى العسكرية المختلفة تحفظ أمنهم وتيسر لهم سبل العودة. هذه الخطوات لابد منها إلى جانب إجراء انتخابات برلمانية توحد السلطة التشريعية. هذه الخطوات لابد منها وضرورية لكي نؤسس لاستقرار حقيقي ولكي نطلق حوار مجتمعي يرمم الذاكرة الوطنية ويبدأ في عملية تجاوز الماضي. يعني الأمر يأتي بالتزامن وليس تسبيق موعد على حساب موعد آخر. أستاذ فرج، يعني سيدة وليام ستتحدث عن نهاية شهر يونيو كموعد أخير قبل حصول الفراغ السياسي في ليبيا، هل تعتقد أن هذا الموعد مناسب لإجراء الانتخابات وكل الأطراف تلملم يعني شتاتها؟ يعني لو ركزنا نحن على آليات عمل الأمم المتحدة سنجد أن دائما الأمم المتحدة تضع جداول زمنية، هذه الجداول الزمنية غايتها فقط وهدفها هو الضغط على الأطراف السياسية المتصارعة لقبول مبدأ التداول السلمي على السلطة. لكن عندما نقترب من يعني هذا الجدول الزمني نرى مسألة التعطيل ثم البحث عن جدول زمني آخر ودواليك لا تنتهي. أنا في تقديري بأن المسألة لم تعد يعني قابلة للتأجيل أكثر من يونيو القادم الذي تتكلمت عنه ستيفاني ويليامز، لأن المسألة أصبحت الآن باتت وحدة ليبيا على المحك بشكل كبير جدا. هناك أصبحت أصوات انفصالية تعلو بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى ذلك حالة يعني تأزم يعني السلطات والشرعيات وعدم وجود حل لها. ومن ثم إذا الأمم المتحدة تدرك خطورة هذه المسألة، إذا لم يكن هناك حل يقوم على مسألة الانتخابات في منتصف هذا العام، أنا في تقديري بأن سيكون هناك يعني حلول مفتوحة على أكثر من سيناريو، ولربما لا تستطيع الأمم المتحدة يعني الآن أن يعني حتى أن تتواصل. فإذا كان هناك أطراف صراع الآن
يمكن التواصل معهم. قد نخشى أنه في منتصف العام القادم قد لا تجد الأمم المتحدة من تتواصل معه، لأن المسألة خرجت عن الأطر المؤسساتية. ولذلك نحن نقول بأنه يجب على الأمم المتحدة أن يعني تضغط باتجاه هذا الجدول الزمني باتجاه إجراء عملية انتخابية. أما مسألة الحديث عن مراحل انتقالية الأخرى من شأنها أن تضيف جسما صراعيا آخر، لأن الآن أثبت الواقع بأن كل الأحاديث وكل التوافقات التي راعتها الأمم المتحدة هي عبارة عن أنها تزيد في أعداد الأجسام المتصارعة وتؤدي إلى مزيد من تعقيدات الأزمة. ومن ثم لابد من تحرير العملية السياسية بإعادة المسألة إلى الليبيين. ومن ثم هناك ما مقصودك لتحرير العملية السياسية أستاذ فرج زيدان؟ هل نتحدث عن سلطة جديدة؟ هل يمكن أن توافق الأمم المتحدة على مثل هذا التوجه؟ لأنه كان هناك اعتراض على إجراء أي تعديل فيما يخص رئاسة الوزراء وحتى المجلس الرئاسي. هل يمكن لهذه الخطوة أن تحرر العملية السياسية؟ أنا أقصد تحرير العملية السياسية بإجراء الانتخابات. وأنا يعني أضيف نقطة وأختلف فيها مع ضيفك فيها، وهي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية باتجاه يعني أولا تحقيق مبدأ الفصل ما بين السلطات، والابتعاد عن مبدأ تركيز السلطة بيد الهيئة التشريعية وفقا للوقائع الكارثية التي مرت بها ليبيا في المراحل الانتقالية، وبحيث يكون هناك رئيس للدولة الليبية بإمكان هذا الرئيس للدولة الليبية أن يقود ملف المصالحة والمضي بها باتجاه الأمام، باعتبار أن موضوع المصالحة هو أقرب إلى السلطة التنفيذية عنه من السلطة التشريعية التي ينبغي أن تتفرغ إلى الدور التشريعي ودور الرقابة على الحكومة. أستاذ عبد الله الكبير، من يضمن أن تجرى انتخابات رئاسية دون يعني تشريعية؟ هل سنذهب إلى انتخابات مع بعض أم نبقى في نفس الجدل الذي كان عليه في الفترة الأولى من هذه المناقشات، وأنه لا يجب أن تكون العملية والانتخابات الرئاسية أولا؟ لا، الحقيقة موضوع الانتخابات يبتعد الآن عن الأطراف الليبية. الآن الأطراف السياسية الليبية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأطراف السياسية المرتبطة بهذين المجلسين الآن لا تتكلم عن الانتخابات. الآن يريدون حوار مجتمعي ويريدون إعادة المسار الدستوري، أي تمديد المرحلة الانتقالية، وليس البناء على ما تم التوصل إليه بشأن الانتخابات التي تعثرت بسبب القوانين التي لاقت أو صاحبها جدل كبير وسببت في هذا الارتباك القانوني. أنا في تقديري أن أختلف مع السيد فرج موضوع الانتخابات الرئاسية. وليبيا الآن منقسمة، يعني إذا قلنا أن الشخصيات الرئاسية الثلاث المترشحة الثلاث خليفة حفتر وعبد الحميد الديبة وسيف القذافي، هؤلاء هناك اعتراض كبير عليهم، هناك تأييد لهم من بعض قطاعات الشعب الليبي وهناك رفض مطلق لهم من قطاعات أخرى، وبالتالي وصول أحدهم إلى منصب الرئاسة من شأنه أن يعزز الانقسام. هل تتصور أن خليفة حفتر لو فاز بالانتخابات يستطيع أن يحكم في غرب ليبيا مع حالة العداء ومع ما سببه من مآسي في حربه الأخيرة على طرابلس؟ بالتأكيد لا. إذا فاز سيف القذافي هل سيقبل به أنصار فبراير؟ بالتأكيد لا. إذا فازت بيبة لا، نحتكم للصندوق أستاذ عبد الله. نعم، الذي يفترض هو أن نحتكم للصندوق، إذا فاز أي طرف من هذه الأطراف فيفترض أن الجميع يخضع له. صحيح، يفترض أن الجميع يخضع للصندوق، لكن في ظل الحالة التي فيها الآن الصندوق ليس حلا، لأننا في حالة انقسام وفي حالة صراع. نحن بالكاد غادرنا حالة نزاع مسلح خلفت الكثير من المآسي، فكيف تريد من الضحايا أن يقبلوا بمن يعتبرونه جلاد والسبب في هذه الكوارث والمآسي أن يصبح رئيسا لهم؟ هذا مستحيل. نعم، عملية انتخابية رئاسية إذا كانت هناك قاعدة دستورية لها، قاعدة دستورية واضحة تبين سلطات الرئيس، حدود السلطة بينه وبين البرلمان، المدة التي سيبقى فيها. أم هكذا انتخابات رئاسية في الهواء قد تؤسس لديكتاتور جديد، وبالتالي ليبيا الآن ليست مهيئة لانتخابات
رئاسية. الاحتكام للصندوق في ظروف طبيعية، في ظروف ليس فيها صراع، ليس فيها ما خلفته هذه الحرب وهذه المآسي وهذه المقابر الجماعية. ومن ثم أنا في اعتقادي أنا نقطة بس أوضح النقطة المفصلية الآن بين الإرادة الدولية أو الأمريكية تحديدا، والتي يمثلها السفير الأمريكي والمبعوثة أو مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، وهي الحفاظ على زخم الانتخابات وإجراء التعديلات اللازمة للقوانين وإجراء الانتخابات. وهنا أسأل السيد فرج زيدان وباختصار لو سمحت، ما المتوقع داخل البرلمان الليبي وهذه الخطة، خريطة الطريق للعملية السياسية وخصوصا الانتخابات والقاعدة الدستورية؟ لا، أولا بالنسبة لخارطة الطريق التي الآن يتحدث عنها مجلس النواب هي تتضارب تماما مع توجه البعثة الأممية التي عبرت عنها ستيفاني ويليامز بأن الانتخابات يجب أن تجرى قبل يونيو القادم، وهو انتهاء الجدول الزمني لعمر حكومة الوحدة الوطنية، والأيام ستكشف عن الآليات التي تتكلم عنها البعثة الأممية. لكن دعني أوضح شيء في إطار حواري مع زميلي الأستاذ الكبير، ما فات عن زميل الأستاذ الكبير عندما نتحدث عن الانتخابات الرئاسية، هناك ترتيبات تجرى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية فاتت عن صديقي الكبير. أولا هذه الترتيبات تتمثل أولا في مسألة إنجاح مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة. الآن هناك ترتيبات أمنية تتم بين وحدات عسكرية من القيادة العامة ومصراتة لا نريد الإفصاء عنها. أيضا على المستوى السياسي هناك محادثات سياسية تتم بين السيد المترشح خليفة بن قاسم حفتر مع أطراف فاعلة في مصراتة، ليس على المستوى السياسي بل حتى على المستوى الاجتماعي. وهناك تطمينات أيضا ومحادثات خلف الستار ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، وتضمن لكل الأطراف في حالة ما إذا فاز مترشح ما بالرئاسة كيف سيضمن لمترشح آخر مثلا من مصراتة مكانه. أما بالنسبة لسيف الإسلام القذافي هناك كرت أحمر رفع في وجهه الآن، وحتى العملية الانتخابية توقفت بعد أن عاد سيف الإسلام القذافي بموجب الطعون الانتخابية. فأنا أبشر السيد الصديق الكبير أن هناك ترتيبات أخرى لا يمكن الحديث عنها كلها في الإعلام. شكرا جزيلا لك أستاذ فرج زيدان الباحث السياسي والاستراتيجي، كنت معنا من بنغازي. أشكر الكاتب والباحث السياسي عبد الله الكبير من لندن.